عندنا هون 3 فيز واضح الكل بيعرف يعمل 3 فيز. هلا ضروري هون اذا بدك تستعمل هذا هذا رح يرجع يعمل ريفرنس للجراوند عشان يقيس لانه بدي احاول اقيس 3 فيزز فرح تضطر انك تحط الجراوند هون ولا مش رح يقدر يعمل قياس ما رح يعرف شو اللي يقيسه الا اذا طلبت منه يقيس فيز لاين فولتج. اذا طلبنا منه يقيس فيز فولتج لازم هذه تكون جراوندد من هون عشان يصير في ريفرنس ولا رح يعطيك خطا. هذا هون بلوك جاهز انا اخذته استعملته بسهل عليه كل اللي بعمله بقيس 3 فولتجز و3 كرنت. انت لما تشوف في اي بي سي شو بتتوقع انه هذا اللي عم بيطلع ثلاث خطوط فبس مدموجين في بعض اه. فهدول لو حطيت هون دي ملتيبلكسر او بس سلكتر رح ارد استرجع في اي وفي بي وفي سي. بس لاحظوا هذه سيجنال في حين هذا الخط باور. هذا الخط سيجنال بيحمل اشاره زي اللي رايحه على الاوسيلوسكوب مش اللي طالعه من المحرك. في حين اللي طالعه من المحرك شوفوا ايش طرفها من هون في زي مربع صغير وهون في مربع صغير وهون مربع صغير مربع صغير مربع صغير. حتى اقدر اقيس الكرنت لازم امرر السلك من جوا الجهاز مضبوط. حتى اقيس الكرنت لازم امرر السلك هذا من جوا. فهذا الاي وين رايح؟ رايح هون والبي رايح هون والسي رايح هون لاني ما بدي اقيس بس فولتج. لو بدي اقيس بس فولتج كان بحط فولت ميتر بين النقطتين هذول وبقيس. فعم نقيس احنا الفولتج بين اي والجراوند وبي والجراوند وسي والجراوند وهذه ستار كونكتد. شو لازم تكون الفيز انجلز بين هدول؟ شو لازم تنتبه انك تحط الفيز سيكونس الصحيح يكون حتى يكون بوزيتيف فيز سيكونس تكون اي ليدنج بي وبي ليدنج سي 120 درجه اوكي. ولا راح يصير عندي نيجاتيف فيز سيكونس راح تصير تتلخبط في الاشارات من هون راح يصير المحرك يلف بعكس الاتجاه اوكي. لازم نمشي على الاصطلاح. فاللي بدي اخده اي هون واشبكه اي هون لازم يكون ليدنج بالنسبه لبي اللي هون اللي بده يروح على بي اللي هون وسي اللي هون اللي بده يروح على سي اللي هون اوكي. ماشي واضح؟ اذا عندي اي بي سي اسنا هون طلع عندي هلا هون ثلاث خطوط وعندي هون ثلاث خطوط وهذا كمان بلوك جاهز راح يعطيني بي وكيو. حطيت عليه بس سلكتر. شو وظيفه البس سلكتر؟ الاوتبوتس اللي بتطلع هذول بدي اختار اللي بدي اياه. هذول الاوتبوتس لهم اسماء واذا بتكبس على البس سلكتر مش زي المالتيبلكسر. بس سلكتر فيه اسماء وبعرف الاسماء اللي موجوده. فاذا كبست انا على بس سلكتر هون خليني اخذ هذا البس سلكتر في 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 تو سيجنالز اسمهم بي وكيو وبختار اللي بدي اياه منهم. انا اخترت بي كان بامكاني اخذ كيو اوكي. فانا اخذت بي ولاحظوا كابيتال بي معناها انها هي مش انستنتينيوس فاليو اه هي ماخوذه افريج اوفر 1. متذكرين حكيت لكم الاختلاف هذا الاختلاف بين بي وبي اوف تي الفرق بين كابيتال بي بي از ا فانكشن اوف تايم اه اوكي. الكل عارف الفرق بين هدول الكل عارف الاختلافات بين هدول ونمر عليهم بعدين. طيب رح مر عليهم بعدين. اذا اخترت انا بي بي هون هي عباره عن الباور هي فعليا اذا بدنا نكون دقيقين هي الافريج باور اوفر 1 سايكل مش الانستنتينيوس باور اوكي. الانستنتينيوس باور بتروح وبتيجي بتصير اشارتها بتختلف لها ساينوسود ضعف الفريكونسي. اذا هي عندي اخذت بي من هون عملت لها سلكشن هي طلعت هون اخترت بي كان بدي اخترت بي وكيو. لو عملت بي وكيو راح يطلع معي تو اوتبوتس من البس سلكتر. اخذت هاي عملت لها ديسبلاي بس من هون راح يوصل ستيدي ستيت. لما يوصل ستيدي ستيت راح اشوفه. اذا انا مهتم بالترانزنت ريسبونس وين راح اروح؟ على السكوب. السكوب راح يعطيني ترانزنت ريسبونس بس انا مهتم لما يروح يستقر على النقطه هاي ويثبت عليها. وخلينا في البدايه نحط الثروتل هون على لود خفيف راح احطها. راح احط الثروتل على ايش اول رقم موجود؟ 0.1 كي كان 0.2 اوكي. حط اذا هون 0.2 فانا تقريبا مخفف الثروتل او بالعكس هذيك انا بشد شاددها مضبوط شاددها كثير. خليني اخففها كثير راح احطها 0.001 فكانه فيش مقاومه. المقاومه قليله جدا يعني عمليا مفتوحه الهاي مفتوحه الثروتل تماما اوكي وسهل الهاي فبقدر يوصل السرعه اللي بده اياها. الانيرشا انا حاطتها 0.1 هاي اخترتها من عندي بس احنا راح نتعلم المفروض في الكورس هذا وفي الام اس دي كيف نحسب الانيرشا للسيستم. ايش لازم تكون وحدتها؟ كيلوغرام متر سكوير. بس طبعا انا ماخذها واحد على لاني قاسم عليها اه انتبهوا هاي واحد على الانيرشا لان انا بدي اقسم التورك على الانيرشا حتى يعطيني اكسلريشن. بعمل انتجريشن للاكسلريشن بعطيني اوميجا برجع اوميجا على المحرك. هذا مبدا مهم. المحرك هون الاندكشن موتور في له تو مودلز موجوده في الهاي بيسمح لي يا بدخل له تورك وهو بعطيني ايش الريزلتنت سبيد او بدخل له سبيد بقول له هاي هي السبيد اللي ماشي عليها الشافت
وهو بعطيني تورك، ما بقدرش اعطيني التنين، ما بقدر انا احدد التنين، ما لهاش معنى، بدي احدد نقطه معينه من النقطتين. فاحنا هون طلعنا تورك، هي عملت بس سلكتر هون، شو اخترت من البس سلكتر؟ الكترومغنتيك تورك. هم بياكدوا على كلمه الكترومغنتيك تورك عشان يقول لك انه هذا ما خصمت انا منه الويندوز والفريكشن، اوكي؟ هذا الماجنتيك تورك، الالكترومغنتيك تورك اللي تولد في المحرك اللي افيلبل على الشافت، راح ينخصم منه لسه الويندج والفريكشن. هو مش الميكانيكال تورك اللي ضل افيلبل حتى اعمل درايفنج لبرا، ماشي؟ واضح؟ فاهم الكل؟ مش في ويندج وفريكشن بنفس المحرك. فلما باجي انا اخذ تورك اوتبوت من المحرك من الالكترومغنتيك تورك راح ينطرح هون، مش مطروح شيء، معطيك هو جاهز الالكترومغنتيك تورك. احنا اخذنا الالكترومغنتيك تورك، الان طرحنا منه التو توركس اللي راح يقاوموه، واحد منهم اللي هو اللود اللي هو تبع الفان او البامب، والثاني اللي هو فيسكس فريكشن. وهدول بيعتمدوا على السرعه، واحد بيعتمد على السرعه وواحد بيعتمد على مربع السرعه، مش هيك؟ هي ربعنا هون، اخذنا ماتلاب فانكشن، ماث فانكشن ربعنا سكويري، فصارت هاي كي اوميجا سكوير. اوكي؟ ما تختار باليو، اليو هي كلمه عامه محطوطه، ما لهاش علاقه يو بشيء. واحد على اس، وهي حطينا سكوب، والهاي هي هون بعطيني بحسب لي بحسب الباور، هو اوتوماتيكيا بطلع الباور. وتتذكروا حطينا الجي اي، لازم نحط الجي اي حتى يشتغل السيستم ويعمل رن. طيب رح نعمل رن هلا. خلينا اول شيء نطلع على المحرك من هون. الموديل تبع هذا طبعا هذا بنسميه اسينكرونس اللي هو اندكشن، مش هيك؟ هلا ممكن يكون واوند روتر اندكشن موتور، وممكن يكون سكور الكيج. احنا اخترنا هون سكور الكيج موديل، بس هو شيدد لاني انا اخذت بريسيت موديل. بريسيت موديل يعني هو مجهز جاهز. هي هذا اخذنا الموديل هذا 4 كيلو واتس 5.4 هورس باور 400 فولت 50 هرتز 1430 ار بي ام. ليش 1430 مش 1500؟ لانه في سليب، وعلى السليب ايش بعطيني؟ الريتد تور، الريتد تور تبعه اللي هو المفروض يعمل له ديليفري الريتد تور. اذا عندي 1430 70 يعني السليب 70 ار بي ام، واذا قسمت 70 على 1430 شو بعطيني؟ بعطيني السليب از اي برسنتج. انا عندي هذا كمان المحرك، طلعنا هون انا اخذت هون اس اي يونتس، عندنا هون هي الموديل هون اللي هو سبيد، كان بامكاني انا اعمل الانبوت يكون تورك، بس انا اخذت الانبوت هون سبيد فبرجع له سبيد من الشافت. هاي من احسن الطرق اللي انا معارضها هون، احسن الطرق حتى اعمل موديلنج لميكانيكال لود. فهيك احنا عملنا هذا كله هون، بقدر احط خط حواليه، حتى بامكانك تعمله بلوك اذا بدك. هاي هذا بلوك كامل هو ميكانيكال لود، بدخل له تورك وبيطلع منه سبيد فعليا، مزبوط؟ هاي طالع منه اوميجا وداخل له تي. فكاني مسكت انا هون مسكت ميكانيكال لود وحطيت دخلت عليه تورك، دخلت عليه تورك وطلع معي كيلو سرعه وعمل ريسبونس. خلينا نعمل ريسبونس في البدايه، قديش لازم تكون السرعه عندي؟ 1430 هذه لما يكون فولي لودد. هلا اذا لايتلي لودد رح تقترب من 1500. قديش 1500 بالراديانت بير سكند؟ اذا عندي اوميجا سينك بدها تساوي 1500 على ايش بقسمها؟ على 60 ومضروبها في 2 باي، اظن بتطلع 157، حد يتاكد رادز بير سكند. طبعا اذا السليب صغير جدا معناها الموتور لايتلي لودد. نعمل رن هلا للسيستم. هي وصل هون 151، هو المفروض لو انه فيش لود بالمره قديش بوصل؟ 157. ففي سليب بس سليب خفيف، لانه لو انه فولي لودد قديش بتكون سرعته؟ 1430. قديش 1430 على 60 في 2 باي؟ مية واربعين تسعة واربعين. معقول احنا عاملين لودينج لهالدرجة؟ اذا اللود عالي. انا مش متأكد قديش بيطلع لهذا، لانه عندي هذا 151، ربع بالله 151 22801 اضربها في 0.001 22.8. اذا احنا في تورك عليه، فكأنه هو يعني هيفيلي لود المحرك هلا بالحالة هاي، هو هيفيلي لود. نطلع على الريسبونس اللي هون، وهي الباور، الباور اللي عماله بسحبها، هذا الباور اللي بسحبها المحرك اللي هي 3836 واط،
طبعا احنا هون تجاوزنا way above الريتنج تبعت المحرك مظبوط. قديش الريتنج تبعت المحرك كانت؟ 4 كيلو وات 4000. احنا نوت فيري فار من الفول لودنج تبع المحرك، ولذلك احنا قريبين على الريت السليب. اوكي خلينا نطلع على الريسبونس الان. اوكي فيش عندي هون الدامبنج كانه عالي الدامبنج، فمش مبين عندي اوفر شوت مظبوط. هاي هون هلا اللي سالتي انت، اللي سالت السؤال، بدينا من زيرو سبيد صارعنا. هلا هذا زمن، هذا الاكسس صار زمن بطل سرعه، وهذا الاكسس اللي صار سرعه ان راديانس بير سكند، فعمالنا بنتسارع. هلا لما اقتربنا من النقطه هذه من هون التورك تبع المحرك نزل، تحركت على الكير، والتورك اللي من اللود زاد، فبدينا نوصل نقطه استابيليتي. هاي نقطه استابيليتي ستيدي ستيت، هون ما كانت نقطه استابيليتي، عمالنا بنتسارع. لو غيرت الانيرشا راح يتغير هذا شكل الكير اللي موجود هون، مش هيك؟ اذا زدت الانيرشا شو بتوقع بصير بهذا الخط؟ يصير هيك مزبوط. اذا خففت الدامبينج يمكن يصير عندي اوفر شوت. خلينا نجرب نشوف. فمثلا لو خففنا الدامبينج الفيسكس فريكشن كوفيشنت، خلينا نزيد الانيرشا. فاذا زدت الانيرشا بدال 0.1 راح احط مثلا 0.05 او 0.5، فضعفنا الانيرشا 5 مرات. نعمل رقم. اوكي واضح انه لما زدنا الانيرشا صار السيستم مور سلاجش. لو انا عمالي براقبه راح اشوف انه عماله بيتسارع بشكل ابطا مما كان يتسارع بالاول. نشوف نخفف الفيسكس فريكشن، فراح اقسم الفيسكس فريكشن على 10 مثلا، راح ازيد صفر هون، فخففت الدامبنج للسيستم. برضه ما صار عندنا اوفر شوت، بعرفش اذا نزلته كمان. جرب نشوف، اشيله هيك تماما ونجرب نشوف. اوكي ما عم بيصير عندي اوفر شوت حسب طبيعه السيستم ولا. اوكي اذا هذا هون تيبيكال، يعني تيبيكال ريسبونس. هلا ما بقدر اقول انه السيستم بيور سكند اوردر لانه هو في نون لينياريتيز جاي من المحرك.